أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة فسفورية، حلقة السمك. البحر فيه ثلاث قبائل والثلاثة أغنى من بعض، إشريات، رخويات، وكمان الأسماك اللي هو زي القاروس والدينيس والبولت بتاعنا والبوري والحاجات اللطيفة الحلوة. الإشريات يعني جمبري واستاكوزا وبلح البحر والجندفلي والكابوريا، واحنا عارفينها كلها بتتكون من إشريات جواها لحم، ولكن كمان الأسماك معانا سمك فيليه ومعانا سمك البلطي والحاجات دي كلنا عارفينها، والرخويات اللي هو السبيت والكاليماري والحبار. تعالوا مع بعض نعمل حلقة مميزة النهاردة تناسب الصغيرين والأعمار يعني وكبار السن. عندنا لما بنشتري شروة سمك وجوزك تبقى الأشياء معاها حلوة كده وقابض لسه النهاردة بيجيب أكلة سمك، نحط في الاعتبار إن في كبار السن وفي أطفال فنحببهم في السمك. فندور النهاردة نعمل السمك بفكر جديد، الكابوريا هنعملها جراتان مخلية وبعد ما تتخيل تخش الكفر بتاعها ونقدم معاها وايت صوص مع جبنة موزاريلا مع زيتون وفليفر مميز، ناكلها من الطبق كده ومن الكفر زي الآيس كريم. معانا كمان جمبري مشوي النهاردة على السيخ، وإزاي نقدمه بطريقة جديدة ولطيفة تناسب سعره وكمان شياكته على السفرة. معانا طبعا عدل الأكل ده طبق مكرونة إسباكيتي، هنعملها بالزبدة والليمون، هنشوف نعملها مع بعض إزاي، ونقدم معها زعتر أو ريحان، حاجة لطيفة بتناسب أكلة السمك، أو ممكن تقدمه رز أبيض زي ما أنت حابة. ولكن الطبق النهاردة أو أكلة السمك النهاردة بريئة من الرز الصيادية، يا رز أبيض يا مكرونة على طريقة اللي أنا هقدمها النهاردة. حلقة مميزة هتعجب حضراتكم، فيها فكر طهوي ولكن بأقل تكلفة ممكن تقدر تخش المطبخ ونرجع لمقولة الشيف مفاتيح السعادة بين أصابعك العشرة جوه جيبك، تقدر تستخدميها في أي وقت. تفرجي بس على الشيف المغازي وتبقى مفاتيح السعادة أنت بتملكوها بكل قوة، يعني من شروة سمك بسيطة، من حاجات موجودة عندك في التلاجة بسيطة، تقدر تعملي جو سعادة جوه الأسرة بأفكار بسيطة وسهلة. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل أوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نستعرض مع بعض مشترياتنا النهارده مع بعض. معانا كابوريا بتشتريها طبعا وتتاكد ان هي مليانه. مليانه ازاي؟ لازم وانت بتوزنيها او بتحطها على ايدك كده او كف ايدك لازم تحس ان هي تقيله في ايدك، وزنها تقيل. حبات الكابوريا اعرف ان هي مليانه، وزن الكابوريا يا خفيف اعرف ان هي ايه مش مليانه. ده اللي احنا عايزين نوصله مع حضراتكم. ولكن لما تيجي تعملي اكله سمك حط في الاعتبار ان في اطفال بيخافوا من شكل الكابوريا، وفي كبار السن كمان ما عندهمش وقت او فرصه ان هم يعرضوا اسنانهم او ان هم يستخدموا الحاجات اللي فيها اشريات. حلو الكلام. فمعانا جمبري هنعمله مشوي النهارده، ومعانا شويه كابوريا حلوين هنعملهم جراتان، ومعانا كمان شوربه الجندفل اللطيفه الحلوه ازاي نعملها بالكرفس والكريمه، هتعجب حضراتكم ان شاء الله. معانا اتصال يا استاذ رحب. طيب هنبدا باول حاجه الجمبري المشوي على السيخ، المقادير على الشاشه. معانا جمبري مشوي على السيخ، معانا جمبري قشر تقريبا كيلو، ومعانا التوابل بتاعته زيت زيتون وعصير ليمون مستردة توم، ما ننساش طبعا الفليفر من البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا وشوية كاري. هي دي المقادير البسيطة. تتبيلة الجمبري المشوي، حطيت روزماري مع الروزماري مستردة اللي هي الخردل بس بنجيب المعجون منها، هنحط توم مفروم ناعم، حلو الكلام، سنة شبت صغيرة الحرامي ده اللي بيسرق الطعم ما نكترش منه، حلو الكلام اهو مع بعض كده، شوية عصير ليمون، اللهم صل على النبي، والبهارات بتاعتنا يا عم الشيف. الجمبري طالما بلدي زي اللي معايا ده كده ما تكترش التوابل الكتيرة عشان الطعم ما يهربش مننا، نبقى عارفين احنا بناكل ايه. حلو، التوابل الكتيرة في السي فود بالذات غير مرغوب فيها. بابريكا اللي هي الفلفلة الحلوة، وشوية الزعتر التمام، والجمبري ده بريء من الكزبرة والكمون للأمانة، كزبرة وكمون بلاش، ملح وفلفل. هنتبل الجمبري دلوقتي اللي احنا حطينه في البرتقالية اللي معانا ده كده، شوية ملح كده وشوية فلفل زي الفل، ونقلب الخلطة دي كده اهي، شايف المزيج ده اهو. تاني الخلطة دي عبارة عن ايه؟ مستردة، عصير ليمون،
ملح وفلفل، بابريكا، ثوم ناعم، كل ده مع بعضه. هنجيب زيت الزيتون بتاعنا ونحطه على الخلطة دي. الزيوت مسموحة في المشويات، مسموح ان احنا نستخدمها اي نوع من انواع الزيوت، ولكن يفضل زيت الزيتون. هتتبل الجمبري اللي هو على السيخ ده ازاي يا عم الشيف؟ احنا مع بعض اهو، خلطة جاهزة اهي. معانا الجمبري ده على البرتقانية الحلوة دي كده. بالشكل ده هناخده اهو. ايه اللي جاب الكابوريايا هنا؟ ما انت كنت قاعدة تحت، طلعت فوق ازاي؟ اهو. ناخد الجمبري ده كده. اهو بالشكل ده كده. طبعا في شوية احنا مش حاطينهم في السيخ، هعلمك ازاي تحط الجمبري في السيخ زي شيش طاووق وزي الكفته. حلو، اخلي البرتقانيه هنا نحتاج لها. معانا سيخ زي ده كده، بنجيب اساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري. اه، بنيجي عند الديل، منتصف الديل، وبنخش بالسيخ بالراحه كده لغايه لما نعرف ان هو وصل للجزء الاول او للعقله الاولى من الراس. اهو بالشكل ده كده اهو. تاني شويه تاني مع بعض، ودايما السياخ الخشب تحطيها في ميه علشان تبقى طريه، عشان لما تحطيها على الشوايه ما تتحرقش وتتحمص قبل تسويه الجمبري او الشيش طاووق. تاني كمان واحده، اللي ما خدش باله من الاولى ياخد باله من الثانيه. بنشيل طبعا عرق الرمله اللي موجود في ظهر الجمبريايه. فرسان التلفزيون المصري، عرق الرمله بيتشال ومعايا الجمبريايه مفتوحه من ظهرها بالشكل ده كده. معانا شويه تاني كده اهو. هنا الاكاديميه اهو. ناخد كده السيخ الخشب ونيجي في ديل السمكه، ديل الجمبريايه اهو، ونخش بها كده اهو. هو ده. في تاني هنا، ايه الاخبار؟ لا، في واحده اهي كمان زي دي كده اهو. وتجيب السياخ دي موجوده في اي سوبر ماركت اهو. ممكن تستخدم السياخ الصغيره، ممكن اهو بالشكل ده كده. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اللي تابع اكله فوسفوريه اوعى تروحوا بعيد، تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا ايه الخلطه السريه لعمل جمبري مشوي على السيخ. احنا طبعا كنا مع بعض ازاي ان احنا نسيخ جمبري بالقشر. تقريبا الحجم بتاعه يعمل ما بين 20 حبه في الكيلو او ما بين 15 حبه. شايفين الجمبريايه اهي، بندخل السيخ كده ما بين ديل الجمبريايه. معايا واحده كمان اهي زي الفل. وخلي بالك لازم ظهر الجمبريايه يتفتح علشان ياخد من الفليفر بتاع الخلطه اللي انا عملتها مع حضراتكم، اللي هي عباره عن روزماري، زيت زيتون، عصير ليمون، مسترده، خردل، بقى معانا بالشكل ده كده. بناخد التتبيله يا عم الشيف، ننزل بيها على الجمبري بالشكل ده كده اه. شويه جمبري حلوين معمولين بفكر جديد اه. معانا جريل على النار بتسخن جامد. الجمبري من الحاجات القشريات اللي لازم تكون الجريلة سخنة جدا. والمقادير على الشاشة: جمبري قشر، مستردة اللي هو الخردل، روزماري أو زعتر، حلو الكلام، توم، عصير ليمون، زيت زيتون، وملح وفلفل. واخد الجمبري كده علشان يشرب من الخلطة، والخلطة دي تخش جوه ظهر حبات الجمبرياية. طاسة سخنة، بنسقط الجمبري كده بالشكل ده كده اهو. طريقة الشوي لازم يكون فيها فن، لازم الجمبرية تنزل على ظهرها عشان تاخد الشكل الطبيعي ليها وتتفتح بسهولة اهو في قلب الطاسة. اللهم صل على النبي. مش هنحط اي صوصات دلوقتي غير لما الجمبري يتغير لونه شويه. ده روزماري، بملس على حبه الجمبري كده بالصلصه دي كده، واسيبهم على جنب شويه لغايه لما الجمبري ياخد اللون. يا نعم،
سؤال جالنا على السوشيال ميديا دلوقتي، ينفع نعمل الصبيط بنفس الطريقه؟ طبعا لا، ده الجمبري بس يتعمل. ممكن نعمل اسياخ سي فود، يعني نجيب الصبيط نقطعه ونجيب الفيليه نقطعه حلو، ونجيب كمان الكاليماري يتقطع بالشكل ده. اه شايفين انا بعمل ازاي؟ يا نعم. اه ممكن يتعمل زي شيش طاووق بنفس الطريقه اللي هو الصبيط اهو، شايفين لازم نقلبه كده خد لون ازاي. اول ما ياخد لون يا عم الشيف ده ما يقعدش على النار كتير، ده كبيره 10 دقايق بالشكل ده كده، ويتقدم سخن. اهم حاجه الطاسه تكون سخنه، والجمبري لو ما خدش لون بمجرد ما احطه على النار ده غلط، هينزل الجوس بتاعه او البهريز بتاعه، وكده انا مش هستفيد بالجمبري بتاعي. ناخد الصلصه دي كده، اللهم صل على النبي. اهو شوينا الجمبري بطريقه جديده وبفكر جديد لحضراتكم بالشكل ده كده، تقدري انك انت تسعدي اسرتك، تسعدي ولادك. يعني لو جبنا نص كيلو جمبري وعملناه بالطريقه دي كده حلو. طبعا انا حطيت معلقه خل صغيره، الخل ده طبعا الغازات بتاعته لما تتطير اي زفاره في الجمبري مش هنلاقيها بالشكل ده كده اهو، واسيبه على النار ونخش على اللي بعده. هنعمل شويه كابوريا جراتان دلوقتي مع بعض. المقادير على الشاشه، عباره عن كابوريا تقريبا معانا كيلو ونص من الكابوريا، محتاجين كميه شويه معلش علشان هنخلي الكابوريا دي وناخد اللحم بتاعها، وبعد كده نقطعه وندخل عليه بقى الوايت صوص والمستارده والكريمه اللباني والتومه والزعتر والجو الحلو اللي احنا عارفينه بتاع الكابوريا. الكابوريا على الشاشه، الصوره الحلوه تتحدث دايما عن نفسها على شاشه القناه الاولى. كابوريا، هناخد الكابوريا اللي معانا دي كده نسقطها في قلب الميه. الميه دي بيبقى فيها عصير ليمون، شويه ملح، فص توم، شويه كمون حلوين كده. الكابوريا تنزل في قلب الميه كده اهي يا شباب هنا حلو اه زي الفل. نسلق الكابوريا في البهارات زي ما قلت لحضراتكم، حله بتغلى على النار اهي عشان المكرونه هتتسلق مكان سلق الكابوريا. المكرونه هتتسلق مكان سلق الكابوريا، هي الفكره كلها ان انا باخد الكابوريا سلقه وبعد كده بشيل الكفر ده عايزه، باخد اللحم اللي جواه اه بالشكل ده كده اه، واغطيها. بس خلونا، انا دخلت الكابوريا كلها في النار، هشرح للساده المشاهدين كده معلش، معايا حبايه كابوريا حلوه عشان اتكلم على حاجه مهمه. كابوريا معايا بشيل الكفر ده كده من هنا، وبشوف البطروخ اللي جوه حبايه الكابوريا، ونصلي على الحبيب قلبك يطيب مرزق يا مغازي. البطروخ الاحمر اللي جوه حبايه الكابوريا، الكابوريا بعد ما تتسلق اللحم اللي جوه حبايه الكابوريا ده بيتجمد. يعني ايه بيتجمد؟ يعني بيستوي، بياخد الشكل بتاعه. الله على الصوره الحلوه. بناخد لحم الكابوريا ده نفصصه ونخليه على جنب، ونبدا نعمل الخلطه بتاعته. وباخد الكفر ده كده السليم ده كده، بعد ما بيتسلق طبعا لونه بيتغير، هنشوف الكلام ده ان شاء الله. بنبدا نحط الحشوه بتاعه الكابوريا بعد ما تاخد الفليفر والطعم في قلب الكفر ده كده، ونحط على وشها شويه جبنه موزاريلا مع شويه زعتر وتخش الفرن. نقوم نقدمه لاولادنا على السفره، ناكله كده بالمعلقه زي الايس كريم، حاجه لطيفه لا يعمل لنا مشاكل مع السنان. كبار السن، عندك حماتك، عندك الاسره، والدك والدتك حابين ياكلوا الكابوريا، هناكلها لهم بطريقه جديده. استاذن الفريق العمل، نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل هنرجع نشوف نقدم الجمبري المشوي بتاعنا ازاي، الكابوريا هنخليها ازاي ونقدمها للاطفال الحلوين وكبار السن ازاي اللي هم تاج راسنا في البيت، وهنعمل طبق شوربه جامد جدا، شوربه القشريات اللي هو الجندوفل الاسكندراني، هنعمله بالكريمه والكرفس مع طبق اسباجيتي جامد جدا بزيت الزيتون والثوم. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. طبعا انا معايا شويه كابوريا، خليها كابوريا طبعا قبل ما تستوي علشان اكسب وقتنا من البرنامج. معانا بالشكل ده كده، ومعانا الجمبري. اخباره يا عم الشيف؟ اهو زي الفل، استوى خلاص. هنقدمه بشكل لطيف دلوقتي لحضراتكم برضو. وانا من رايي انك انت عندك في حاجات في المحلات بتاعه السوبر ماركت او الادوات المنزليه ظهر يعني التصنيع، تقدري تجيبيها وتقدمي عليها السي فود او تقدمي عليها الفاهيتا زي المطاعم كده، وتبقى عامله شكل جديد على السفره. هنقدم الجمبري المشوي ده كده هنا دلوقتي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نعم، نحط هنا الجمبري. ونشيف في زهر هنا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اللهم صل على النبي. نقدمها هنا كده. الله، حلو قوي. وناخد الجمبري بتاعنا ده كده. هو ده حبايبي، شايفين الجو ده كده؟ مهم جدا على السفره بتاعتنا، الضيوف بيتبسطوا، حاجه جديده. اللهم صل على النبي. وننزل بالبهريز بتاعنا ده كده. حلو قوي، شيل دي من هنا. ناخد الكابوريا بتاعتنا اللي اتسلقت هنا. الميه بتاعت سلق الكابوريا هسلق فيها المكرونه اللي هقدمها النهارده، وهعمل منها الشوربه اللي انا هعملها دلوقتي مع حضراتكم كده واحده واحده، عشان هنا في فكر طهوي ومدرسه مختلفه شويه. اهم حاجه لما تيجي تسلق الكابوريا اللي انا سلقتها دلوقتي، لازم الكابوريا تكون نظيفة ونغسلها بميه ساقعه عشان استفيد بالفوسفور واليود بتاع سلق الكابوريا. هنا في كرفس، في تومه، في شويه بهارات حلوين، استفيد من الميه دي او الشوربه دي. ابدا اسقط هنا المكرونه، وابدا ان انا اتعامل معاها في الشوربه وطبق المكرونه اللي انا هعمله دلوقتي حالا مع حضراتكم. انا هاخد الكابوريا اللي سلقناها نفضها هنا. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ اهو، واخليها هنا علشان ابدا ان انا اخليها. حلو، مهم جدا وانت في المطبخ بتاعك بتكون حاطه في الاعتبار شويه تجهيز تحضير، يعني ميه بتغلي على النار، الحاجات دي مهمه جدا على فكره، وفي نفس الوقت هتسعفك، مش هتخليك تقف في المطبخ كتير. فخلونا نعمل ازاي طبق شوربه سريعا مع بعض. حل على النار، بنسقط المكرونه تتسلق اللي انا هعملها سباكيتي. استاذن فريق العمل مقادير المكرونه الاسباكيتي بتاعتنا بالشكل ده كده. هنعملها ازاي؟ بالزبده وزيت الزيتون. الشوربه اخبارها ايه؟ طاسه على النار، بنحط شويه زيت زيتون، فص توم حلو محترم. ده شوربه الجندفل. يا نعم، مقادير الاسباكيتي. كيكه ايه يا فندم؟ حاضر، موجوده دلوقتي على السوشيال ميديا. الله، ايه الشغل الجامد ده؟ ايه الحلاوه دي؟ فريق العمل بتاعي، مقادير الكيكه الاسفنجيه موجوده على السوشيال ميديا، تقدري تصورها بالتليفون او تكتبيها. حلو، ناخد الكابوريا نخليها كده. معانا عشان تعمليها بتجيبي طبعا بياض، خمس بيضات، بتخلطيهم لوحديهم، وبناخد الصفار بنخلط عليه طبعا ربع كوب من الزيت. شايفين الكفر ده كده اهو؟ هخليه على جنب كده وانا شغال واحده واحده عشان نشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. ده الكفر. ناخد لحم الكابوريا ده كده نسقطه كده هو بينزل لوحده سبحان الله. واخلي القشر كده ونفس القصه لحم الكابوريا لحم الكابوريا نفس القصه هنا.
ادي الكابوريا تنزل اهي. طبعا انا معايا شويه كابوريا في النار، واخد الكفر ده كده بالشكل ده كده اهو، ده لحم الكابوريا بينزل معايا. طب القشر ده اخباره يا شيف؟ الكابوريا ده والله انا شخصيا من الناس اللي تحب تقزقز الكابوريا وهي قاعده بتتسلى كده على السفر، حلو الكلام. وباخد رجول الكابوريا دي يا عم الشيف ازين بيها طبق المكرونه اللي هعمله دلوقتي، زي اخواننا الطلاينه كده، تلاقي طبق المكرونه قد كده على السفره وجواه رجول الكابوريا، بيدي برزنتيشن عالي قوي طبعا للطبق الاسباجيتي او الباستا يعني. اه هرب من الكابوريا، عشان كده بقول لحضراتكم لو هتعملوا الطبق ده كده بتجيبي طبعا شويه كابوريا كتير عشان تاخدي اللحم بتاعهم كده اهو. خدنا دول بننزل بهم كده في قلب الطاسه بتاعتنا، حلو قوي. بننزل عليهم بشويه كريمه لباني وشويه زعتر، معانا روزماري كمان بينزل عليهم اهوت، حلو. البهارات دي مطلوبه، بطعم بقى الكابوريا اهو، شويه زعتر حلوين، واسيبها على النار، حلو قوي. سنه بابريكا ونقلبها كده واسيبها تاخد غلوه بالشكل ده كده، عشان هبدا دلوقتي احشيها جوه الكفر بتاع الكابوريا. نرجع لطبق الشوربه بتاعنا واحنا شغالين مع بعض، الجندفل بتاعنا مع التومه الحلوه مع شويه الخضار، اللهم صل على النبي، وانا شغال كله مع بعض. اه شوربه الجندفل طلعت اهي، ما بياخدش 3 دقايق على النار، اسرع من عمال الشاي. ننزل عليه بالكرفس المتقطع زي الفل، مكعبين من الزبده، الشوربه بتاعت سلق الكابوريا عندي، ايه الاخبار هنا؟ مكرونه سباكيت اهيت، ده المطبخ اهو، نفس المكرونه اللي انا شغال فيها في سلق الكابوريا باخد منها كده للشوربه بتاعتي. آه. الله الله على والديك. آه. طلعت الشوربه بتاعتي. طبعا في على النار دلوقتي المكرونه بتستوي في قلب المرقه بتاعت الكابوريا، في طبق شوربه بعمله دلوقتي اهو، طلع معايا خلاص شوربه الجندفلي، معايا اللحم بتاع الكابوريا على النار مع الوايت صوص بتاعه. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع نطبق الاكل بتاعنا ده، مش هيستغرق معانا بعون الله 4 دقايق اللي هو التقديم. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ استاذن فريق العمل فرسان التلفزيون المصري، اخواتي وحبايبي، الاخراج الجميل. خدت الكفر بتاع الكابوريا في الفاصل عشان نعرف المصداقيه، بنشيل منه اللحم زي ما شفنا مع بعض، وبحتفظ بالكفر ده كده. الكفر معايا نضيفه الحمد لله، اللي هو الكفر الكابوريا من فوق، بياخد الشكل الفوسفوري اللي حضراتكم شايفينه. شفنا شويه مكرونه سباكيت انا سلقتهم من شويه، اللي هي كانت بتتسلق في الشوربه بتاعه الكابوريا، وحطيتها في الصينيه بتاعتي او البايركس بتاعي او طبق التقديم، وخدت كل الكفرات بالشكل ده كده وارجعها تاني للمكرونه، حلو الكلام. وعندي شويه لحم كابوريا هنا انا مش منزله للامانه كله، فممكن ازين كمان طبق الجمبري اللي انا سلقه ده كده، رجول الكابوريا تتقزقز مع الجمبري. الحاجات اللي بقولها دي لازم انت حضرتك تعملها في المطبخ وانا شغال كده. رجول الكابوريا فيها لحم من جوه، فبحطها جنب الجمبري كده علشان نهدي اللعب شويه على الجمبري، نقوم نضيع ايه وقت كله يقزقز كابوريا، حلو الكلام. الرجول كلها اهيت زي الفل، ونشيل ده من هنا مش عايزه، حلو قوي. ايه الخلطه اخبارها ايه؟ هو ده. اه نجيب معلقه، شايفين الجو ده كده. اه شويه اللحم دول بقى، هو ده البهريز، ده البهريز يا عم الشيف، بهريز الكابوريا. ننزل بشويه كريمه لباني تاني، مكعب زبده يدي فليفر حلو قوي بالشكل ده كده، واقلب الخليط ده كده. 3 بيضات بنخفقهم كويس مع معلقه فانيليا، الله يلا
صلي على الحبيب قلبك يطيب. دي طريقة. طريقة تانية الأطفال هيحبوها. عينيا ثلاث بيضات بنحط عليهم ربع كوب من الزيت، واحد كوب من الحليب، واحد كوب من السكر، فانيليا، ذرة ملح صغيرة، معلقة خل صغيرة عشان تبقى الكيكة طرية وهشة. كل دول بنقلبهم مع بعض. بنجيب كوبايتين من الدقيق، بنحط عليهم معلقة من البيكنج باودر، بنخلط المواد السائلة مع المواد الجافة. عايزاها بالشوكولا هتجيبي معلقتين كاكاو وتحطيهم بمصفى كده على وش الكيكة وتقلبيها. عايزاها بالبرتقال بتحط عليها بشة برتقال وهكذا. أنا عايز الأطفال ياكلوا الكابوريا النهاردة من إيدي. بحط شوية جبنة موزاريلا على الخليط ده كده ونقلب كده. دي المدرسة أهو. يبدأ الجبنة الموزاريلا تلم الكابوريا أهو زي الآيس كريم. بيعمل إيه يا عم الشيف؟ أنا بعمل شوية وايت صوص كده وأنا شغال. حلو. وهيتحط دلوقتي على وش الكابوريا اللي أنا شغال فيها دي. نقلب دول كده. حلو. اللهم صل على النبي. ونقلبهم كده. معايا درجة حرارة الفرن عندي 180. باخد البهريز ده كده اهو، ده اللي هيتحط دلوقتي على وش المكرونة. الجو ده كده مطلوب. عشان المكرونة دي مع الكابوريا هتخش الفرن. صينية كابوريا جلاتان مع الاسباجيتي. الطبق ده مدفوع فيه كتير قوي. مدفوع فيه ماديا طبعا شوية، معلش، عشان كمية الكابوريا، وكمان الخبرة الطهوية مطلوبة والإبداع مطلوب. كل ده مع بعضه. درجة حرارة الفرن عندي 180. بحط الجبنة الموزاريلا على الوش. لا، يا حاجة مش بيتزا يعني، نقول ايه، طبق الكابوريا الجراتان مع الاسباجيتي. بيسألوني ممكن نكون تحت الكابوريا دي رز؟ لا، يفضل طبعا الاسباجيتي اللي انا عملتها دلوقتي. ما ننساش نحط عليها شوية زعتر. الطبق ده بعد ما نخلص ناخده ونجري. في شويه الكابوريا خليناهم، في المكرونه الاسباجيتي واخده لحم الكابوريا واخده الكريمه اللباني والفليفر من الزبده زي الفل. وبندخل دي في الفرن يا عم الشيف في درجه حراره 180. اتصالات انا معاكم. نعمين. الطبق اهو اهو، هندخل ده الفرن. اللهم صل على النبي. هيخش كده. تعالوا نشرح احنا عملنا ايه هنا، عشان معلش النهارده يعني ايه الوقت بتاعنا سرقنا شويه عشان في شغل كتير. الكابوريا دي لازم تتخلي كويس ولازم تتسلق كويس. شوربه الجندوفلي اللي انا عملتها، المخرج بيسالني بيقول لي بحس ان هي ميه، يعني ما هتطلعش نشا، ما هتطلعش حاجه تبقى زي الشوربه، الشوربه بيبقى لها قوام. السي فود عموما ما بيحبش ان احنا نربطه باي دقيق ولا نشا، الا اذا كان شوربه السي فود شويه بنحط معلقه نشا عشان القوام. ولكن مدرسه المغذي بتقول ايه؟ الجندفلي والقشريات بالذات انا عايز طعم البيوت والفوسفور اللي موجود جوه الجندفلي. اهم حاجه يتقشر كويس وتحط في ميه محلول ملحي او ميه بحر اذا هو طازه وفريش، ينطر الماده السوداء اللي جواه ويبخها، واخده بعد كده اغسله بميه ساقعه ويكون جاهز عندي. بعمل الخلطه بتاعتي توم، كرفس، زيت زيتون اذا انا حبه زيت زيتون او زبده، وانزل الجندفلي ده في قلبيه كده ما ياخدش 3 دقايق، واحط له الكرفس بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه. كان في حد من الحبايب سال طريقه عمل البيتزا بالدجاج، معلش فرصه ان احنا نجاوب على الاسئله. البيتزا بالدجاج بنعمل العجينه عباره عن 3 كوبايات من الدقيق، بتاخد ماده دهنيه حسب الرغبه، زيت زيتون او زبده او سمنه، ولكن يفضل زيت زيتون. بنحط عليها ذره ملح صغيره ومعلقه خبيره متدوبه في معلقه سكر، حتى تشغيل الخبيره سريعا. بنعجن العجينه بتاعتنا، اذا احتاجت شويه ميه دافيين او شويه حليب حسب الرغبه والدسامه والصحه. عجننا العجينه بتتخمر لمده 3 مراحل. المرحله الاولى بعد العجين مباشره لمده 30 دقيقه، بعد كده بنقطعها ونفرتها في الصواني لمده 15 دقيقه تخمير، وبعد كده نحط عليها التوبنج بتاعها من الصلصه ومعجون الطماطم ونديله فليفر من الزعتر، ونحط الحشوه اللي احنا حابينها، يا اما تشيز لافر يا اما دجاج يا اما لحمه يا اما سجق، ونسيبها تتخمر تاني 10 دقائق. طب ليه ال10 دقايق الاخر يا عم الشيف؟ علشان اطراف العجينه تطلع لفوق وتنفصل عن التوبنج بتاعتنا وتاخد الشكل والبرزنتيشن اللي بناكله بره. ده مهم جدا. بتدخلها الفرن في درجه حراره 180 لمده 25 دقيقه، بتطلع احلى بيتزا من ايدك يا ست الكل. بما ان احنا عندنا سمك النهارده، بنجيب السمك الفيليه بتاعنا الجميل الحلو
وبنهرسه طبعا بالكبه، بنحط له توم، معلقه برغل حلوه كده او رز مطحون، نطحن كل ده مع بعضه مع عرض فلفل حلو كده يا ست الكل، ولو في عروق بصل زي اللي معايا دي تبقى لطيفه، وفي الاخر بنعجنها كويس وبنبدا ان احنا نشويها في الفرن او نحمرها حسب الرغبه. معانا الجمبري طبعا جاهز، معانا شوربه الجندفلي زي الفل، نطلع على في الفرن ولا نخليها يا استاذ رحاب؟ ايه رايك؟ كل ده حاضر عينيا، مش ممكن يتنسي ده. الصينيه بتاعتنا الجميله الحلوه، اللهم صل على النبي. هي بتتحدث عن نفسها. الجبنه بتتحمر، اللهم صل على النبي. الف هنا وشفا للي ياكل. حلقتنا النهارده فيها رؤيه، فيها رؤيه، فيها ابداع، فيها ابداع، فيها تكلفه ماليه، فيها تكلفه ماليه، ولكن برؤيه ابداع مختلفه، انك تعملي اكله سمك تعجب وترضي كل افراد الاسره حسب اعمارهم. رؤيه، فن، ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.